أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال تعزيز مسارات العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ارتكازا على أن المواطن هو دوما هدف للتنمية وغاية لها وإليه توجه كافة الخطط والبرامج والمشاريع الحكومية. جاء ذلك لدى لقائه سموه حفظه الله اليوم بقصر الرفاع مع السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيسة مجلس النواب، حيث قال سموه إنه بالجهود المخلصة لأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والنابعة من حرصهم على تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين سنواصل مسيرة العمل الوطني بثوابتها وأولوياتها التي تتطلب عزما متجددا وهمة عالية لا تثنيها التحديات، فعزيمة فريق البحرين بروح واحدة مستمرة حتى نبلغ الغايات بما يصب في مصلحة الجميع. من جانبها أعربت رئيسة مجلس النواب عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام وحرص على تعزيز التعاون الإيجابي المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يرفض المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.